أصدقائي، عائلتي، إخواني المغاربة، أخواتي المغربيات، لقيت واحد تحت واحد فيديو ديال الفنان، يعني الفنان الارتيست اللي ما قدرش نعبر عليه، اللي هو معروف على الصعيد العالمي وبالأخص في الدول العربية الإسلامية، هو نزار القباني الله يرحمه. لقيت واحد الفيديو ديالو ديال واحد أبيات شعرية، وهو كيقصد بها الحاكم، يعني الحاكم تيقدر يكون أي واحد، ماشي غير كيقصد بها الملك ولا القصيدة الشعرية اللي عنده هي عظيمة، يعني كفكاهة ولكن فيها معاني يعني غارقة، ديب غارقة، وكيقصد بها الناس اللي كيستغلوا الباور، ماشي بخصوص يعني ان الشعر تيعبر على عنده بزاف ديال الاتجاهات من المفهومات يعني المعنويه. لهذا كيخصنا نفهموا الشاعر ملي كيمدح ديما تيكون يعبر، ملي تيعبر القصد ديالو ماشي تيكون ديريكت، تيكون ديريكت مره متوجه لواحد الانسان، مره يعني غير معنوي تيكون معاني. المهم صعب عليا باش نشرحها، ما عنديش تعبيرات يعني في اللغه العربيه باش نشرح لكم، الفرنسيه نقدر يمكن. ولهذا انا كنبغي بزاف نهضر بالعربيه، ما كنبغيش نهضر بالفرنسيه، لان خصني القصد ديالي المفهوم ديالي انا هو الناس ديالنا حنا الشعبيين يفهموا الشعر عظيم. وانا كنصح، انا كنصح الناس الضعفاء، انا كنصحكم واحد، سيرتو الشباب كنصحكم واحد النصيحه، تمعنوا في اللغه العربيه بزاف، ولا قدرتوا تتمعنوا في اللغه الفرنسيه او الانجليزيه تمعنوا فيها. والله اقسم لك، انا ديما كنحلف، اقسم لك يمينا، الا كاين واحد القناعه وغتوصل لواحد الدرجه اللي غادي تستغنى، غادي تستغنى على اي حاجه، غتولي عندك غتولي عندك السعاده، تولي عندك السعاده في قصائد، كتكتب الشعر ملي غتوصل واحد الوقت، يعني غادي تولي غني، غادي يغنيك الله من القلب ديالك ومن الفكر ديالك. لهذا انا كنشجع هاد الشباب ما تبقاوش تعطاو غير الملاهي الماديات، كونوا ارتستيك، كونوا فنانه، كونوا ارتستيك، تعطاو الشعر، تعطاو، كتبوا روايات، كتبوا قصص في الحومه اش كيوقع عندكم. ديما البدايه كتكون صعيبه، ولكن راه فحال لونطري، ما فحال بحال بغيتي دير مثلا بوكس ولا بغيتي دير كاراتي، كتبدا ديما البدايه كتكون صعيبه، ولكن بشويه 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 ان شاء الله، واخا ما غاديش تلقى الناس اللي غيساندوك، غادي تمر بواحد المراحل كثيره اللي هي صعيبه، ماشي كنقول لك انا ساهل، ما ساهلش. انا كفنان يعني كنرسم، راه ما وصلتش، هذه راه تقريبا 25 عام ولا 26 عام وانا كندير هادشي، ورا مازال كنعاني، رانا مازال ماشي مشهور، ما نقولش كان انا مشهور واسمو، وانا كاين، انا كنامن بنفسي، انا عندي واحد مستوى عالي في الرسم، مستوى عالي، غير انا ما كيهمنيش، ما كنمشيش نبحث باش نولي معروف وباش نولي مشهور، ما كنديش، ماشي انا مقتنع، يعني تايق في نفسي، كندير الفن ديالي ومقتنع بيه وكيفرحني بزاف، وكنستغنى على اي حاجه، ملي كندير الفن كنستغنى على اي حاجه، ملي كندير واحد مثلا واحد كنرسم واحد اللوحه وكنساليها، انا عندي هذاك هو اللوتري، هذاك هو الربح عندي انا، بحال ضربت اللوتري، ملي كنحقق واحد اللوحه كتستغنى على اي حاجه وكنتحدى اي مشكل. انا بغيتكم توصلوا لهاد القناعه، وكيفاش توصلوا لهاد القناعه؟ الصبر، الصبر والاستمرار، وديروا في بالكم انكم راكم غتمروا، ناس غادي يحسدوكم، كاين اللي غادي يقول لك ما في يدكشي، انت كدير هادشي، ما غاديش يوكلك، ما غاديش، راه هادشي غادي تمر منه، فهمتي، غادي تمر منه، وكاين اللي يعطيك هضره خايبه، وكاين اللي يمكن كيفهم شويه غادي يعطيك، غادي فهمتي. احنا الفنان محتاج للتشجيعات، احنا محتاجين للتشجيعات، ولكن ديروا في بالكم بانكم راه غتمروا في واحد العراقيل، غادي تمروا غتمحنوا، ولكن ان شاء الله غتوصل. لهذا كنوصي انا الشباب، خذوا ستيلو وبداو تكتبوا، كتبوا غير روايه، كتب غير روايه صغيره اللي جرات عندكم في الدرب. عرفتي اليوم عندنا هادشي ديال عندك، تقدر تشري كاميرا، تقدر تشري فيديو،
تقدر دير التمثيليه في الدرب عندك، تبدا في الدرب تجمع الدراري اللي بغاو يغامروا معاك في هذا الشيء ديال الفن ديال التمثيل. تقدر ديروا روايه، يعني تكتب روايه وتطبقها وتجمع الدراري اللي يمثلوا، وبشويه بشويه 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 و يعني ان شاء الله توصل، توصلوا ان شاء الله توصلوا. بو هذا موضوع، هذا موضوع ديال النصائح اللي اللي زين. انا الغرض ديالي هو عندي واحد الفيديو هنا ديال نزار قباني، وغادي نسجلو لكم دابا، انتما غتشوفوا غتسمعوا القصيده ديالو، يعني روعه روعه روعه. الله يرحمه الله يرحمه، الله يجعل ربي يفرحوا في الجنه ان شاء الله. انا غادي نوريكم الفيديو دابا. أيها الناس لقد أصبحت سلطانا عليكم. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري. من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى؟ ومن يحيي عظام الميتين؟ من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ من ترى يرسل للناس المطر؟ من ترى يجلدهم 90 جلة؟ من ترى يصلبهم فوق الشجر؟ من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر ويموتوا كالبقر؟ كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله وقررت بأن أركب الشعب من الآن إلى يوم القيامة. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري. من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى؟ ومن يحيي عظام الميتين؟ من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ من ترى يرسل للناس المطر؟ من ترى يجلدهم 90 جلدة؟ من ترى يصلبهم فوق الشجر؟ من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر ويموتوا كالبقر؟ كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله وقررت بأن أحكم الشعب من الآن إلى يوم القيامة. أيها الناس لقد أصبحت سلطانا عليكم. فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدونا. إنني لا أتجلى دائما فاجلسوا فوق رصيف الصبر حتى تبصروني. اتركوا أطفالكم من غير خبز، واتركوا نسوانكم من غير بعل. اتركوا أطفالكم من غير خبز، واتركوا نسوانكم من غير بعل، واتبعوني. احمدوا الله على نعمته، فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ، والتاريخ لا يكتب دوني. إنني يوسف في الحسن، ولم يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري، وجبينا نبويا كجبيني، وعيوني
غابة من شجر الزيتون واللوز، فصلوا دائما كي يحفظ الله عيونا. إنني يوسف في الحسد، ولم يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري، وجبينا نبويا كجبيني، وعيوني غابة من شجر الزيتون واللوز، فصلوا دائما كي يحفظ الله عيوني. أيها الناس أنا مجنون ليلى، أيها الناس أنا مجنون ليلى، فابعثوا زوجاتكم يحملن مني، وابعثوا أزواجكم كي يشكروني. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أنا مجنون ليلى، فابعثوا زوجاتكم يحملن مني، وابعثوا أزواجكم كي يشكروني. شرف أن تأكلوا حنطة جسمي، شرف أن تقطفوا لوزي وتيني، شرف أن تشبهوني، فأنا حادثة ما حدثت منذ آلاف القرون. أيها الناس أنا الأول، أيها الناس أنا الأول والأعدل والأجمل من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين، وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين.